بعض المواقف تجعل الإنسان يعني يختصر زمنا طويلا. فيه أحد القضاة جاءه رجل يشتكي صديقه، يقول سرق مني مبلغا من المال، سرق المبلغ وأنا تركته عنده وديعة أمانة فأخفاه. فأنكر الرجل، قال لا أنا ما هذه فقدت، أنا حفظت أمانته ولكنها فقدت، ولا هنا ليس هناك غرامة على الأمين المودع عنده. فقال القاضي الذكي، قال ماذا لديك من المال؟ قال عندي مال جمعته من شراء الخبز، عندي يأتون يشترون الخبز وأنا جمعت هذا المال. قال ائتي به. فأتى به فقال ضعه في سطل ماء، فوضعه. قال كاذب وخائن، هذا مال صاحبك. قال لماذا؟ كيف عرفت؟ قال لأنه كان يعمل في الزيت وقد ظهر الزيت على الماء. الله 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 الله، يعمل في الزيت، عرف ان الفلوس فيها زيت وانقعت. فهذه من فطنة القاضي، عرف حق الرجل المخدوع، وهذه من يعني الطرائف التي تذكر بإذن الله. الله يحييكم ويبارك فيكم. أول شيء الجاويد كل يوم يغدوننا ونقول